أزيلت أكوام من القمامة والنفايات وزنها عدة أطنان من نهر النيل في إطار جهود تنفيذ النهر تنظيف النهر في القاهرة، وحمل مئات الشبان حقائب بلاستيكية وركبوا الزوارق لجمع النفايات، في حين قالت وزارة البيئة في بيان أنه تم إزالة ما بين 3 و4 أطنان من النفايات من نهر النيل. دكتورة ياسمين فؤاد هي اللي بتطلق المبادرة دي، اسمها شباب للنيل، واحنا شركاتنا ومبادراتنا كمان بتدعم وبتساعد في تنظيم اليوم. هدفها ان احنا نبقى بننظف النيل بكميات كبيرة، نوعي عن النيل كمصدر شرب وعن البلاستيك كاستخدام واحد. ازاي ان الناس ما ينفعش تبقى تستخدم بلاستيك كتير، وازاي ان هو ضرره علينا وعلى البيئة اللي احنا عايشين فيها. الفكرة اللي احنا بنحاول نعملها هو حاجتين، الشباب لما هيبتدي يشتغل بإيده في الحاجة هيحس بملكيتها، هيتعب فيها فهيقدر يحافظ عليها. تاني حاجة المشاركة بتاعتهم بتخليهم ان هم يبقى في وعي اكتر بأهمية نهر النيل وحمايته. الناس اللي فوق دي اللي بتتفرج علينا اكيد فكروا في وقت من الاوقات ان هم رموا حاجة، وفي ناس دلوقتي بتلم الزبالة بتاعتهم، فدي هي توعية يعني لايف.